المحاضرة رقم واحد تخص موضوع الميكانيك. هذا الموضوع الميكانيك، ماذا نقصد بالميكانيك؟ الميكانيك نقصد به أو يعرف الميكانيك بأنه هو ذلك الفرع من فروع الفيزياء. يتخصص هذا الموضوع في حالة كون الأجسام ثابتة أو متحركة، إذا تعرضت إلى قوة أخرى، يعني إذا الجسم في حالة سكون أو متحرك وتعرض إلى قوة أخرى. أيضا فهم الميكانيك مهم جدا ونحتاجه في دراسات Structure Engineering أو ما يخص هندسة البناء، أو ميكانيك ديزاين أو في حالة هندسة الميكانيك، التصاميم الميكانيكية في حالة حركة فلويد فلو، حركة المواية، فلويد ديفايسز الأجهزة الكهربائية، وحتى في موضوع حركة الجزيئات والذرات في أي عنصر من العناصر. يقسم الميكانيك إلى ريجيد بودي ميكانيكس، يعني يقسم الميكانيك إلى ريجيد بودي ميكانيكس، ديفورمابل بودي ميكانيكس، أند فلويد ميكانيكس. الريجيد بودي ميكانيكس يخص الأجسام الصلبة، الديفورمابل بودي ميكانيكس يخص الأجسام المرنة، أو ما هذا يخش في موضوع سترينث أوف ماتيريال، مقاومة المواد وإلى آخره من تحليل إجهادات. فلويد ميكانيكس يخص حركة الموايع، ونقصد هنا بالموايع هي حركة الهواء والسوائل، سواء كانت هذا الموضوع كلش ضخم جدا، يخص البواخر، غواصات، طائرات، صواريخ وإلى آخره. الريجيد بودي ميكانيكس، موضوع الميكانيك الأجسام الصلبة، ينقسم إلى قسمين، الستاتيك والدايناميك. الستاتيكس يخص موضوع توازن الأجسام اللي هي في حالة سكون أو في حالة حركة بسرعة ثابتة، ندرس حالة تأثير الأجسام الأخرى إذا تعرضت إلى هذا الجسم الساكن أو المتحرك بسرعة ثابتة. موضوع الدايناميك نقصد به هي تأثيرات القوى الأخرى على أجسام ذات تحرك بسرعة متغيرة. أيضا هنا نشوف هذا الجدول Engineering Mechanics، الهندسة الميكانيكية، يخص السوليد ميكانيكس الأجسام الصلبة، والفلويد ميكانيكس الأجسام الموايع. السوليد ميكانيكس يقسم إلى سوليد بودي الأجسام الصلبة، وفلكسبل بودي الأجسام المرنة. السوليد بودي ميكانيكس قلنا ستاتيك ودايناميك. الدايناميك يقسم إلى كاينماتيك أند كاينتيكس. طبعا هذا الستاتيك عرفنا شنو هو، والدايناميك عرفنا شنو. Flexible body الأجسام المرنة يخص strength of material مقاومة المواد، ميكانيكس و plastic body ميكانيك الأجسام المرنة، وميكانيكس أو plastic هي الأجسام اللي تعبر نقطة اليونج بوينت واللي تبدأ يصير بها deformation، تبدأ بها تغير بالشكل. أما بالنسبة للفلويد ميكانيكس حركة المواد يخص ideal fluid، يعني الفلويد الطليق أو الايدل يعني المثالي، وطبعا ماكو مايع مثالي. الفيسكس فلويد وهو هي الحالة الحقيقية لكل الموايع اللي من وجود لزوجها بين أجزاء السائل نفسه، وأيضا وجود لزوجها بين السائل والجسم إذا يتحرك عليه، سواء كان كلوز إذا كان أنبوب أو كان مفتوح شانل. كومبرس فلويد يعني نقصد إذا كانت الهواء مضغوط، هذا يخص موضوع الكمبرسر في الجات ترباين، الكمبرسر في الجت انجين والى اخره من موضوع المواضيع الاخرى. هنا الريجيد بودي، ما هو تعريف الريجيد بودي؟ الجسم الصلب. في الفيزياء يعرف الريجيد بودي هو ذلك الجسم اللي تغيرات اللي تصير به صفر، يعني الديفورميشن او التغير بالدايمنشن مالته يكون صفر or so small أو كلش قليل من الممكن أن نهمله. The distance between any two given point on a rigid body remain constant، يعني نقصد بها إذا تعرض هذا الجسم إلى أي قوة
فالمفروض الدايمنشن يعني اذا نقيس القياسات مالته او الدايجونال الوتر مالته ماكو تغير. الريجيد بودي از يوزوالي كونسيدرد از ا كونتينوس ديستريبيوشن اوف ماس. الريجيد بودي يعتبر انه فد كتله ثابته. يتكون هذا الريجيد بودي من عده بارتيكلز، والبارتيكلز ها يعني ما هو تعريف الريجيد بودي؟ الريجيد بودي يتكون من بارتيكلز، والبارتيكل لها ماس، لكن نقدر كل الصغيره نقدر نعتبر حجمها يقترب من الصفر. فالريجيد بودي ميكانكس اما يكون ستاتيك او دايناميك. هسه شنو بدنا نعرف؟ نقول وين ذا فورس اكتنج اون ا بودي از ايكوال تو زيرو، من يكون مجموع محصلة القوة على اي جسم هو صفر، فنعتبر ذلك الجسم في حالة متوازن. هذا الموضوع نسميه بالستاتيك، يعني محصلة القوة على اي جسم يساوي لنا صفر، معناها الجسم في حالة توازن. هذا الموضوع يخص الاستاتيك. هسه نقول لما تكون محصلة القوة على البدي ما تساوي صفر، يكون الجسم في حالة غير توازن، هذا يعتبر الموضوع هو الدايناميك. يعني إذا موجودة عدة قوة مؤثرة على جسم ومحصلتها مو صفر، أكو قيمة معينة، فيكون الجسم غير متوازن، ويكون هذا الموضوع نسميه بالدايناميك. نجي الى موضوع اخر وهو يونت اوف ميجرمنت، وحدات القياس. عندنا وحدتين عالميه للقياس، هي الانترناشونال يونت ما يسمى بالاس اي يونت، وعندنا اليو اس كاستوماري وما تسمى بالوحدات الامريكيه او البريطانيه او غيرها. بالنسبه للوحدات العالميه وما تسمى بالانترناشونال يونت، هنا او ما تسمى بالاس اي يقاس الطول بالمتر والزمن بالثانيه، والكتله تقاس بالكيلوغرام والقوه بالنيوتن، ويمكن ان نقول القوه تساوي الماس في التعجين. اذا بهالحاله لما يكون الماس بالكيلوغرام والتعجيل هو تعجيل ارضي 9.81 مقاس بالمتر بير سكند سكوير، فوحدات النيوتن في صوره عامه راح تكون كيلوغرام متر سكند سكوير. اما بالنسبة للوحدات الأمريكية فتقاس طوحة الطول أو ما يسمى بالإف بي إس بالفيت، يرمز لها إف تي، التايم بالسكند، والفورس بالباوند، والكتلة تقاس بالسلاج، فالويت أو الماس أو القوة ماس في الأكسلريشن. الأكسلريشن ديو تو جرافيتي هنا بالوحدات الأمريكية يساوي 32.2 فيت بير سكند سكوير. فوحدات القوة هي بالباون، راح تكون سلاج فيت على سكند سكوير. هنا عندنا جدول يبين لي الاس اي يونت بالوحدات العالمية، والوحدات الاي بي اس هي الوحدات الامريكية، اللينث بالمتر، والتايم بالسكند، والماس بالكيلوغرام، والفورس بالنيوتن. اما بالفي بي اس هي الوحدات مال الطول بالفوت، والتايم بالسكند بالثانية، والماس بالسلاج، والباوند هو وحدات القوة. هنا اكو تحويلات اخرى اكو هنا جدول رقم 2. هنا عدي بجدول رقم 2 عدي شلون نحول الفورس اذا كانت بالباوند الى الانترناشونال يونت، يعني الباور نضربها في 4.4482 يتحول الى نيوتن. الماس بالسلاج، السلاج نضربها في 14.59 يتحول الى كيلوغرام. واللينث بالفوت اذا الفوت نضربها في 0.308048 يتحول الى متر. هنا عندنا البيرفكتس، الوحدات مضاعفات الوحدات. يعني مثلا ناخذ مثلا الجيجا هو يساوي لي 10^9، والميجا يساوي لي 10^3، ونرمز له هنا الجيجا بكابيتال جي والميجا بكابيتال ام، والكيلو 10^3 كيلو كي كابيتال كي.
الوحدات الأقل هي الملي 10^3 سمول ام، والمايكرو 10^6 هذا الرمز مالها، والنانو ان سمول ان 10^9. هناك ثلاثة قوانين لنيوتن وهي قوانين الحركة. الفيرست لو يقول a particle originally at rest moving in a straight line with current velocity will remain in this state provided the particle is not subject to an unbalanced force. يقول يبقى الجسم أو الparticles في حركته أو ثبوته أو حركته في خط مستقيم بسرعة ثابتة ما لم يتعرض إلى قوة خارجية. السكند لو يخص a particle acting upon an unbalanced force F express an acceleration A that has the same direction as the force and the magnitude that indirectly proportional to the time rate of change of the particle's linear movement. يعني هذا في باختصار انه القوة تساوينا الكتلة بالتعجيل الأرضي. القانون الثالث the mutual forces of action and reaction between two particles are equal, opposite, and collinear. يقول لك القوة لكل قوة رد فعل يساوي في المقدار ويعكسه في الاتجاه. collinear نقصده في خط مستقيم. يعني القوة لكل فعل إذا قوة مثلا صاروخ ده يتحرك راح تطلع الغازات بسرعة هائلة فراح تضرب الهواء فرد فعل الهواء أنه يحرك الصاروخ إلى الأمام. يعني لكل فعل رد فعل يساوي في المقدار ويعكسه في الاتجاه. طبعا هنا اكزامبل والاكزامبل بسيطة تعتمد على التحويلات. وأشكركم، إلى هنا تنتهي محاضرتي هذا، وشكرا.